ما تحترق. لا مش الحل. ماشي لك شو هالريحه الذكيه هول شغل ديتنا. اوه انا ساعدته فيهم من هلا بدك تشوفي صوبنا. هون لكان فطيرة اللبنة طلعت فطيرة السبانخ تقريبا بعدها بالفرن. ايه بعدها شي ست دقايق يمكن سبع دقايق بتكون خلصت. هون اذا بتلاحظي بعد ايه اكيد بعد الهواء هلا رح نبلش بهاي باردون. اه ايه مندوق بعد فكرت ما رح ندوق بالمره. لا لا ما بنجيبك هيك نحن ما بنقبل. هيدول شو لبنة؟ هون فيها لحمة مفرومة مظبوط. يعني اذا بدك حشوة الكبة او حشوة السمبوسك خلطناها مع دبس رمان وصنوبر ولبنة ونعنع عربية بحت. هيك مزبوط غير شكل تشبه شوي يمكن السمبوسك رح تكون بس مع لبنة. ممكن لحمة السمبوسك اي بس زايدين للبنة ونعنع. وهولي استيفانيا بس مرت اللي قلت لكم كثير سخنين. انا رح اقدرشهم ثواني ظاهرين من الفرن. ستيف تعطيني ورقة كينكس اذا بتريدي. فوالا شفتون؟ دوا بديك ورقة؟ بليز يا تعمل النعنع. فيه نعنع فيها نعنع فيها دبس رمان نعنع طازة. طيبة. شير يامي. شو؟ فيري يامي. سخنة كثير وقال لك انه خلصوا اثنين هلا. أول مرة باكل مع اللبنة مع اللبنة بقلبها. أنا دابيتود بحط اللبنة مع اللحمة بس كدب يعني كدب من برا بس هلا حطيناها جوا وطمال مع الكبة كمان. يعني بنعرف إنه هيدي الحشوة بالذات تلبق مع اللبنة. عادة بخافوا من اللبنة لما بتتسخن لأن ما عندنا مشكلة لأنه عم نطبخها وناكلها مش عم نطبخها ونريحها لعشر ساعات للعشاء. يعني اساسي تنطبخ دغري بعد ربع ساعه ناكلها وقلها بدات تحمر شوي. هلا هي كثير سخنه نحن لازم نريحها يمكن شي ربع ساعه من بعد ما تظهر من الفرن لنقدر ناكلها مستطعم فيها بس نحن ما فينا نحن ما قادرين ما فينا ننطر ما فينا. اللي باقي شو عنا هون عنا بعد شي 5 مينتس ليخلصوا. هون عملنا فطيره اخذنا الابينار اللي نحن معودين عليه بفطيرتنا اللبنانيه غيرنا الكومبينيشن طبخناها مع بصل وكريم وحبق رجعنا سقعناها حطيناها بقلب الفطاير حطينا بقلب البري وجروير. ياي قد ايه رح تكون طيبه يعني كانه عم ناكل جراتان على مش جراتان مزبوط. على بقلب بقلب الفطيره على, على, على كيش على ما بعرف شو هن بس كيش لبنانيه هيدي كمان تريونج نفس الشيء. بنتي صغيره كانت تقول تيغال لتريونج تيغال فبكره رح نعمل رقاقات كمان شوي اذا بدك اوريجينال غير حشويات عن اللي نحن بنعرفهم و يعني اذا بدك اليوم وبكره مع الجنيت التام تبعنا. واو هلا انا طالع بالي دوق هيدي دقيقتين دقيقتين او ثلاثة اليوم وبكره تم مع الجنات. طب خي زبطت باليوم انا انا زبطت باليوم انا بكره بالدنيا انا كمان انا رح ارجع لكن بكره بدك تحضرينا اكيد بدي احضركم لانه هولي القصص بحب لا أعمله. انا ابدا مش رح احضر بقعد احرقص بالبيت شو بنتفع يعني اه سبا ثانك يو جاد بنشوفك بكره اكيد اكيد وشاهدينا انا بكون خلصت فقراتي لليوم برجع بشوفكم القرب عن الاراد. ما تنسوا البسمه على وجهكم. باي باي.